قافلة طبية فيها أكثر من 15 اختصاص طبي. هذه القافلة الطبية يعني توفر الولوج للخدمات الصحية المتخصصة لبعض المواطنين في المناطق النائية كما بلدية العش. هذه القافلة هي القافلة التاسعة منذ بداية السنة. نتوقع أيضا من قبل نهاية السنة نضيف عدة قوافل أخرى على مستوى الرابطة، على مستوى أوراس، على مستوى إقليم الصحة الجوارية. عادة نحن في كل قافلة طبية نتوشي ما بين 500 إلى 600 شخص. تنقلنا لبلدية العش هذه من المناطق المعزولة البعيدة عن عاصمة الولاية برج بوعريريج باش نشوفوا هذو المرضى اللي ما عندهمش الظروف تاعهم الاجتماعيه ما تسمح لهمش باش يتنقلوا باش يشوفوا طبيب مختص. اليوم القافله الطبيه هذه المتخصصه تضم حوالي 13 اختصاص هنا في بلدية العش، وماهيش هذه المبادرة الأولى لأنه كنا ديجا حضرنا لهنا مبادرة من قبل وين كان في عدة اختصاصات. الدور تاعنا أنه إذا كان مريض عنده إذا كان يعني كاين احتمالية أنه يصاب بداء السكري نعطيه له يدير فحوصات إضافية، لأنه اليوم هو يوم توجيه نعطيه له فحوصات إضافية وين نقدروا نتأكدوا إذا في حالة ما إذا عنده مرض السكري فيلزم عليه المتابعة. أنا نشوف فيها راه إقبال يعني كبير، وحتى ما نهضروش على الناس اللي راه عندهم كيما نقولوا إمكانية، نهضروا على مساكن الزباولة هذوك اللي ما عندهمش إمكانيات راهم جاوا مليح وفرحانين وكاين إقبال كبير. زي القافلة هذه الله يبارك ما شاء الله يعني زادت في سورتو في المواطنين الضعفاء زاد فيهم النص.